بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا إخوة، تعقيب بشأن البيتكوين. يراسلوني زملاء قالوا يا أبو أسامة البيتكوين صعد يوم 18. طيب يا إخوة، أنا كنت حددت لكم الفريكتال، تمام؟ كنا راسمين الفريكتال اللي هو بهذا الشكل. طبعا إحنا كنا متوقعين، تمام، إحنا كنا متوقعين إنه فعلا في قاع يوم 18، تمام. هذا هو كان الفريكتال اللي احنا محددينه. طبعا لا نخفي ان احنا كنا محددين انه في قاع اخير عند تقريبا 28 و400، تمام، لانه وضع البيتكوين او الفريكتال هو كان المفروض انه نسحب على قدر التذبذب هذا الموجود هنا، وبيعطينا الانعكاس زي ما تحدثنا سابقا انه يوم 18، تمام. لكن احنا كنا متوقعين ما يرجع مثلا من هذه المنطقة اللي رجع منها اللي هي 29 و100. احنا كنا متوقعين يزيد يسوي نزلة الى 28 و400، وبعدين زي ما شفتوا انا واصلت لكم الفريكتال انه بعد الهبوط هذا في صعود فعلا، يعني في تصحيح، تمام، في تصحيح زي ما احنا شايفين انه ممكن يصحح الى هذه المناطق، تمام. ويوم غدا ان شاء الله باذن الله بيظهر لدينا فريكتال لحظي جديد ان شاء الله، وبنعقب على الاتجاه القادم. اللي حبينا نوضحه يا اخوة في هذا الفيديو انه الحركة اللي صارت هذه او الارتفاع مش انه ما كان موجود مثلا في الفريكتال، لا هو كان موجود، بس انا قطعت الفريكتال في هذه المنطقة وما كملته، تمام، على اساس انه ينزل الى هذه المنطقة ونطلع الشباب من البيع على اساس انه يكون في تصحيح، ومن ثم نتوقع ان شاء الله باذن الله انه مواصلة الهبوط. لكن ما راح نجزم بشكل كبير جدا في مواصلة الهبوط او بالفريكتال اللحظي الا من يوم غد ان شاء الله، مساء يوم غد. حاليا الفريكتال ماشي معانا بدقة، اللهم انه ما اكمل الهبوط الى المنطقة اللي كنا متوقعها نتيجة التباطؤ اللي صار. مثلا احنا كنا متوقعين على اساس انه يصير تسارع في الهبوط الى 28 و400، لكن السعر زي ما انتم شايفين اكتفى الفريكتال عند 29100، وفعلا كانت القاع زمنيا دقيقة، يعني يوم 18 زي ما حددنا في الفيديو الماضي انها قاع لحظية، يعني قاع لارتداد تصحيحي، ومن ثم نعاود الهبوط. هذا ما حبينا نوضحه في هذا الفيديو، وربنا يوفق الجميع بالتوفيق.